تحياتي لأستاذ علي ولكل مشاهدي قناة الجديد ولصديقي القديم والجديد والمستقبلي سيف حبيب القلب. سؤالي بس لأنه طلبته مني مشان الجمهور يعرفه، مع إني بعرف إجابته. سيف، أنت برأيك المنتج، هاي سؤال عام وخاص، المنتج بيفرض على المخرج الممثلين اللي بده اياهم، والخاص هل انت من المخرجين يلي ممكن يفرض عليك المنتج ممثلين انت ما بتشوفهم بالدور المناسب؟ يعني انا بعرف الجواب اكيد، واتمنى تجاوبنا بشفافية المعتادة وصراحتك وجرأتك المعتادة ايضا. سؤال من النجم عبد المنعم عميري. اولا كمان على فكره عبد من اصدقائي يلي من اصدقاء البدايات، يعني اذا بدك اصدقاء التعتير وبدايه تلمس طريق التمثيل كنت مع عبد، ففعلا مثل ما قال كل الاسئله اللي ممكن يسالني اياها انا مجاوبه عليها، هو دائما بيضل بيسالني، وانا بحبه كثير لعبد، ممثل من طراز رفيع جدا. عبد المنعم صح، من طراز رفيع جدا يكاد يكون عالمي. جوابا على سؤال عبد المنعم، كل المخرجين بينفرض عليهم ممثلين من المنتجين، وهذا طبيعي، ومو بس بسوريا ولا بالعرب، وين ما كان مزبوط، من هوليوود وجر، يعني كله هذا في هلا المخرج بيحاول قدر الامكان مشان ينقذ عمله الفني انه يوظف هذا الممثل اللي بده اياه المنتج بالمكان المناسب. احيانا المنتج بيكون سلطته اقوى في وصفه بمكان اقوى، بس بده يساويها، ما عنده بالنهايه، المنتج هو سوى والمال قوة، هو سيد القصة كلها، مشروعه هذا مسلسله، ونحن هيك بنتعامل، نحن ما عنا شركاء بالعملية الفنية، نحن مأجورين، نحن بناخذ أجرتنا. لما بنصير شركاء بالعملية الفنية هذا يعني بده يصير الشركاء بالإنتاج، فبالتالي شركاء بالمرابح، فالمنتج له كلمته. فإذا هيدا جوابك على سؤال كله النجم عبد المنعم طبعا. عميري.